بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريب 1، هنكمل النهاردة كلامنا عن الماتر. بعد ما عرفنا ايه هي الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز، تعالوا نعرف ايه هي الكونستراكشن بتاعها. ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعونا على التليجرام عشان هينزل عليها بإذن الله بي دي اف للليسون، وكمان الفيسبوك الجروب والبيج، وياريت تنشروا القناة ما بين أصحابكو وفرحوني بلايك على الفيديو. يلا بينا نكمل كلامنا عن الماتر كونستراكشن. ليسون 2 النهاردة مكمل معانا في الماتر برضو، بس المرة دي هنتكلم عن الكونستراكشن اوف ماتر. يعني ايه كونستراكشن اوف ماتر؟ يعني الماتر دي consist of ايه؟ الماتر دي زي اي حاجة في حياتنا، اكيد فيها حاجات اصغر منها هي اللي عاملاها. زي ما كنا بنقول زمان ان البادي بتاعنا consist of group of system، وكل system جواه حاجات اصغر، group of organs، جوا الorgans حاجات اصغر اسمها تيشو، وجوا التيشو حاجات اصغر اسمها cells. هنا نفس الكلام، الماتر جواها حاجات اصغر منها اسمها مولكيول. المولكيول ده ال smallest part of matter، بشرط can exist freely. يعني ممكن الاقي مولكيول من الماتر ماشي لوحده عادي. وتاني شرط عنده ان هو has the properties of matter. يعني لو الماتر اللي احنا بنتكلم عليها دي مثلا good conductor of heat، يبقى المولكيول بتاعها هيبقى good conductor of heat. لو الماتر بتاعتنا good conductor of electricity، يبقى المولكيول هيبقى good conductor of electricity. يبقى المولكيول هو ال smallest part of matter بشرطين. الشرط الاولاني can exist freely، وده هينفعني عشان هيجي يلخبطني في definition تاني برضو smallest part of matter، بس اللي can exist freely هو المولكيول. وتاني حاجة ان هو ال properties بتاعته نفس ال properties بتاعة الماتر. تعالوا نشوف بقى ايه ال properties بتاع المولكيول بتاع اي ماتر. اي ماتر المولكيول بتاعها ليها 3 properties. البروبرتي الأولانية ان المولكيول اوف ماتر ده are in continuous motion. يعني اي مولكيول لاي ماتر لازم يبقى بيعمل موشن. الموشن دي بتتغير لو هو الاوبجكت ده او الماتر دي سوليد، من وهي ليكويد، من وهي جاز، الموشن بتاعتها بتتغير، لكن ستيل المولكيول بيعمل موشن. تاني بروبرتي ان المولكيولر سبيسز موجوده بين المولكيول اوف ماتر. يعني ايه؟ يعني ما بين كل مولكيول اوف ماتر والتاني في سبيس. برضو نفس الفكره، السبيس دي هتتغير لو الماتر ده سوليد او ليكويد او جاز، لكن ستيل في سبيس. تالت بروبرتي الانتر مولكيولر فورس بين المولكيول اوف ماتر. يعني برضو بين المولكيول اوف ماتر والمولكيول اللي جنبه في فورس. بنفس الفكره، الفورس دي ممكن تبقى كبيره وممكن تبقى صغيره على حسب الستيت اوف ماتر. اول حاجه خلونا نعرف يعني ايه مولكيولر سبيس ويعني ايه مولكيولر فورس. احنا متفقين قبل كده لو انا عندي ديفينيشن من كلمتين، يبقى اول كلمه في الاجابه، اول كلمه في الديفينيشن هي الكلمه الثانيه. يعني انتر مولكيولر سبيس الانسر بتاعتي سبيس ار فاوند بتوين ذا مولكيول اوف ماتر. بنفس الطريقه لو انا بسال عن الديفينيشن بتاع الانتر مولكيولر فورس، يبقى اول كلمه هقولها كلمه فورس ذات بايند ذا مولكيول اوف ماتر توجذر. تعالوا نشوف الكلام ده بطريقه اوضح شويه لو غيرنا الستيت اوف ماتر في كل حاله. عاملين هنا كومبير ما بين السوليد والليكويد والجاز. اول حاجه هنشوف الموشن اللي احنا قلنا عليها دي، قلنا ان اي مولكيول لاي ماتر بيعمل موشن. السوليد الموشن بتاعته ليميتد او فايبريشنال. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حته كابر او حته وود، بلاش يا سيدي الكلام ده كله، عندك التيبل بتاعتك، التيبل دي لو سبتها هتلاقيها بيحصل لها موشن، بتتحرك، لا يمين ما بتتحركش. يبقى ازاي بقى بتقولي
ان الموشن بتاع الموليكيول بتاعت السوليد ليميتد او فايبريشن. اللي احنا بنتكلم عليه يا شباب ده الموليكيول اللي هو الفيري سمول سبستنس اللي موجود جوه الماتر. الفايبريشنال بتاعته هي بيعمل فايبريشن ازاي؟ نفس فكرة لما انت تعمل الاكسرسايز في المدرسة الصبح اللي هو الجري وانت واقف في مكانك، انت البوزيشن بتاعك ما بيتغيرش، مكانك ما بيتغيرش، لكن بتعمل فايبريشن في نفس المكان. ده اللي بيحصل في السوليد ستيت، علشان كده ما بنحسش قوي بالموشن بتاع الموليكيول بتاع السوليد ستيت، لان البوزيشن بتاعه ما بيتغيرش. هي الموشن بتاعته بتحصل بس الموشن دي ليميتد، ممكن اسميها فايبريشنال. بعكس الليكويد، ارمي كده نقطة مية او وقع نقطة مية على الترابيزة، هتلاقيها كمان شوية خدت شكل تاني، وسعت كده شوية، فرشت يعني. نفس الفكرة لو رميت او جت نقطة المية دي على المنديل، هتلاقيها خدت مكان المنديل. الموليكيول بتاع الليكويد واضح، الموشن بتاعته واضحة ان هي مور فري. طبعا الجاز ده بقى اللي كومبليتلي فري، او ممكن نقوله انليميتد، ان انا ببقى رشه البرفيوم في اوضتي وماما شماه في الاوضه التانية، او ماما بتبقى بتعمل الاكل في المطبخ وانت شامه من اوضتك. ليه؟ علشان الجاز يسستيت الموشن بتاعتها، بتاعت الموليكيول بتاعتها كومبليتلي فري، تمشي براحتها خالص. طيب يبقى اول حاجه عرفناها ان الموشن بتاع الموليكيول السوليد ليميتد او فايبريشن، الليكويد مور فري، والجازيوس ستيت كومبليتلي فري، او ممكن نقولها انليميتد. علشان نبقى متفقين على طول، هنلاقي السوليد ستيت عكس الجازيوس ستيت، والليكويد على طول في النص، على طول قاعد حيران ما بينهم، ما بين ده وما بين ده. طيب تعالوا نشوف مثلا السبيس اللي احنا بنقول عليها. احنا قلنا ان ما بين كل مولكيول ومولكيول في سبيس، السبيس دي في السوليد ستيت فيري سمول او نارو. بدليل ايه؟ نرجع تاني للتيبل بتاعتك، ينفع تدخل صباعك جوه التيبل؟ يعني صباعك كده يدخل بتوين المولكيول في تيبل؟ لا ما بيحصلش. ليه؟ علشان السبيسز بتوين المولكيول دي فيري سمول. لكن لو رجعنا تاني لشوية المية اللي عندنا، ينفع ادخل صباعي في الكوبايه بتاعه الميه دي؟ ينفع، علشان السبيسز اللي بتوين المولكيول اوف ليكويد ريلاتيفلي لارج، او اتفقنا ان احنا ممكن نقول عليها انترميديت. الجاز يسبقها، الله اكبر، ده احنا اصلا قاعدين جوه الجاز، كلنا كده قاعدين جوه الاير، فانت متخيل السبيسز ما بين الجازيوس مولكيول وبعضها قد ايه؟ فيري لارج. يبقى رجعنا تاني هنا وقلنا ان السوليد السبيس بتاعته very small، والجاز very large، والليكويد intermediate. طب تعالوا نشوف الفورس. الفورس دي between المولكيول والمولكيول برضو في فورس في التلاتة، بس تعالوا نشوف الفورس دي ما بين السوليد والليكويد والجاز اخبارها ايه. اول حاجة ما بين السوليد، يعني لو انا رجعت تاني التيبل بتاعتي وجيت اكسر التيبل، انا عايزه اعمل اكسر الفورس اللي ما بين المولكيول ده والمولكيول ده، فهكسر التيبل دي. طبعا صعب جدا ان انا اكسرها، علشان الفورس ما بين المولكيول اوف سوليد فيري سترونج، واتفقنا خلاص الليكويد على طول في النص ريلاتيفلي ويك. لكن الجاز عادي، انا بعمل بايدي كده وبعمل بايدي كده، بقدر احرك المولكيول اوف جازس، علشان الفورس ما بينهم very weak، لدرجة ان احنا ممكن نقول عليها ان هي vanished. vanished يعني كأنها equal zero. اما بقى عن ال shape وال volume، دول خدناهم من primary food. ال solid state ال shape وال volume بتاعها definite. definite يعني fixed، يعني doesn't change. يعني لو انا جبت كوين كده من الكبر، جنيه مثلا، الجنيه الكوينز ده، وجبته وحطيته على تيبل مثلا، هلاقي الفوليوم بتاعه ما اتغيرش. لو خدته وحطيته في كوباية فاضية، هلاقي الفوليوم بتاعه ما اتغيرش، ولا الشيب بتاعه اتغير، علشان السوليد ليه ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم. اما الليكويد بقى، لو عملت نفس الحركة دي وجبت شوية ووتر وغيرت الكونتينر اللي انا حطاهم فيها، كوباية شكلها ندور على كوباية تانية شكلها ايه، مش عارفة اعمل ازاي، هلاقي الشيب بتاعه اتغير،
لكن الفوليوم هو هو، هما حبة الووتر ما تغيروش، لكن الشيب بتاعهم اتغير، فيبقى الليكويد ليه indefinite shape و definite volume. أما الجاز بقى ده على طول ضايع كده، indefinite shape و indefinite volume، ولا الشيب بتاعه fixed ولا الفوليوم بتاعه fixed. يعني مثلا لو جبنا بالونتين، بالونة على شكل قلب وبالونة على شكل أرنوب، ونفخناها هنا اير وهنا اير، هلاقي كل شوية اير خدوا الشيب بتاع البالون، اللي نفخناهم في القلب بقت قلب، واللي نفخناهم في الأرنوب بقت أرنوب. والفوليوم بتاعهم يعني لو ضغطت على البالونة شوية، هلاقي إن الفوليوم بتاع البالونة اتغير، مش نفس فكرة السوليد. الاكزامبلز بتاعتنا بقى في السوليد، اي اكزامبل متحقق فيه الشرطين بتاع definite shape و definite volume يبقى سوليد، زي الايرن، الايس، كابر، والليكويد ستيت زي الووتر والالكحول والاويل، والجازيس ستيت زي الكربون دايوكسيد والاكسجين والووتر فيبر. اي اكزامبلز تانية تيجي في دماغك متحقق فيها الشرطين بتوع السوليد، او الشرطين بتوع الليكويد، او الشرطين بتوع الجاز، نقدر نقول عليهم صح. هنا شكل تقريبي للسبيسز اللي كنا بنقول عليها between السوليد والليكويد والجاز. السوليد مولكيول اهي جنب بعض، السبيسز بتاعتها او اللي بتوين المولكيول very narrow، لكن في الليكويد السبيسز دي اكبر شوي، وفي الجازس السبيسز دي very large. تعالوا بقى نشوف الجيف ريزون اللي ريليتد باللي احنا شرحناه. اول ثلاثة جيف ريزون ليهم علاقة بالسوليد والليكويد والستيت، هيجي يسألني عن الشيب والفوليوم بتاعه. يعني ليه السوليد ليها ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم؟ كل مره هتكلم عن حاجتين، عن السبيس وعن الفورس. هتكلم عن الانترمولكيولار سبيس والانترمولكيولار فورس. يعني مثلا في السؤال بتاع السوليد ليه ليه ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم، علشان السوليد ليه نارو انترمولكيولار سبيس وفيري سترونج انترمولكيولار فورس. بنفس الطريقه لو سألني عن الليكويد، ليه definite volume و indefinite shape، علشان عنده intermediate molecular spaces وعنده weak intermolecular force. الجازز بقى ده عنده very large intermolecular space و very weak intermolecular force. يبقى لو سألني عن السوليد او الليكويد او الجاز، الشيب والفوليوم بتاعهم ليه definite و ليه indefinite، كل مرة هتكلم عن النقطتين اللي شرحناهم، عن السبيس وعن الفورس. الجيف ريزون بقى اللي مهم ده، بيجي ساعات جيف ريزون وساعات بيجي وات هابن. يجي يقول لك لو انت حطيت دروب اوف انك هيحصل لها سبريدنج في الووتر، لو جبت نقطة انك، او يجيب لك حاجة اسمها بوتاسيوم بيرمنجانيت، حاجة كده ليها لون بيربل وجميل، لو حطيناها في الووتر برضو هنلاقيها عملت سبريد في الووتر. الكلام ده حصل ليه؟ حصل علشان الموليكيول بتاعت الانك هنا in continuous motion، وده اللي كنا بنقول عليه، ان اي موليكيول لاي ماتر هو اكيد في continuous motion. وبدي نفس الكلام لو سألنا على ازازة البيرفيوم اللي لسه جايبين سيرتها من شوية. ليه لو سبت ازازة البيرفيوم مفتوحة او مثلا كسرتها، هنلاقي ان السميل بتاعتها موجودة في كل الروم وماما هتشمها طبعا. ليه بقى؟ because the molecule of the perfume in a continuous motion، وكمان هي keep the properties of perfume. الجيف ريزون اللي بعد كده ساعات بيجيبهولي في التشوز كمان، يجي يقولك انا عندي 100 سنتيمتر كيوبيك من الووتر، وحطيت عليهم 100 سنتيمتر كيوبيك برضو، بس المرة دي من الألكحول. المفروض ان الميكتشر يطلع كام؟ بالعقل كده المفروض نقول 100 plus 100 يبقى المفروض equal 200. احنا كنا مستنيين ده اللي يحصل، لكن في الحقيقة مش ده اللي حصل. طلع summation less than 200، طلع الميكتشر اللي فيه الووتر والألكحول على بعض
الفوليوم بتاعه اقل من الفوليوم بتاع السمشن بتاعه. الكلام ده حصل ليه؟ حصل لان الووتر والالكحول الاتنين ليكويد، واحنا متفقين ان الليكويد فيه بتوين الموليكيول وبعضها انتر مولكيولار سبيس، فشويه من الالكحول دول هيستخبوا جوه المولكيولار سبيسز بتاعه الووتر، وبنفس الطريقه شويه من الووتر هيدخلوا في الانتر مولكيولار سبيس اوف الكحول، ففي مكان مش هيتحسب، مش هيبقى 200 كلهم على بعض. ليه؟ because molecule of alcohol occupy the intermolecular spaces among water molecule. يا ميس لو كلمة occupy أنا مش عارفة أتعامل معاها، مش عارفة أحفظها، ممكن نقول enter. وطبعا كلمة among جاية من لعبة among us بتاعتكو دي، ممكن نشيلها ونحط بدلها كلمة between. طيب تعالوا نكمل. الجيف ريزون اللي بعد كده بيقول لك ليه بيحصل disappearance لشوية table salt لو أنا حطيتهم في بيكر في ووتر. يعني لو جبت شوية ووتر كده وحطيت فيهم شوية salt أو شوية sugar، ليه كمان شوية لو عديت شوية وقت كده هلاقي إن مفيش salt أو مفيش sugar، حصل لهم disappear. ليه؟ علشان شوية salt دول دخلوا أو spread أو enter في الـ intermolecular spaces بتاعة الووتر، عشان كده حصل لهم disappear. الجيف ريزون اللي بعده كنا شرحناها واحنا بنقول على الفورس، لو جينا نكسر حتة ايرن مش هنعرف نكسرها. ليه؟ علشان الـ attraction force between the molecule is very hard in solid. الايرن ده solid، يبقى الفورسز او الانترمولكيولار فورس بتوين المولكيول بتاعته وبعضها very strong، صعب قوي ان انا اكسرها. بعكس الووتر ممكن اعمل لها divided easily، عادي جدا لو انا وقعت شوية ووتر ممكن اتاخر شوية بايدي الناحية دي وشوية بايدي الناحية دي. ليه؟ علشان الاتراكشن فورس او الانترمولكيولار فورس بتوين المولكيول بتاعت الليكويد weak، ما اقدرش اقول very weak علشان الـ very weak دي بتاعة الجاز. بكده حبايبي نكون اتكلمنا عن الماتر وعرفنا ايه هي الـ properties بتاعة كلمة molecule. المرة الجاية بإذن الله هنكمل كلامنا ونشوف الـ molecule ده لما بيتغير من state للتانية بيحصل له ايه. ذاكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق.